في الوقت الذي أصبح فيه الغذاء سلاحاً اقتصادي، الجزائر تمضي نحو منع استيراد البذور من خلال الاعتماد بصفة كلية على الانتاج المحلي من البذور في الزراعة، بما أن الأمر لا يتعلق بنقص الموارد المالية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تقوم بتكوين عدد هائل من الطلبة. وكذلك في أي برنامج بحث علمي يعتمد على البذور الأصلية كبذور أم باش نقدرون يعني ننتجوا بذور أنواع أصناف مهجنة ولا أصناف جديدة اللي تتأقلم مع المناخ، خاصة نشوفوا التقلبات تاع المناخ والجفاف. لهذه يعني البذور المحلية تقدر تكون مصدر لمورثات لتقاوم الجفاف وتقاوم الأمراض. لكن احنا حبينا ننتجوا البذور محليا، لازمتنا أصناف محلية لين تكون هي الأصناف هي الأمهات باش نقدروا نعملوا بها أي برنامج تاع إنتاج بذور مهجنة ولا باش نقضوا على الاستيراد. تحقيق الأمن الغذائي والتوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي يبقى الرهان الاقتصادي للجزائر لكبح الاستيراد والاعتماد على ما ينتج محليا. هذا يعني الدور تاعهم هي يعني لازم يصيبوا الحلول للمشاكل اللي تواجهها القطاع الفلاحي، ولازم تكون يعني عندها ان امباكت، تكون عندها ان امباكت سو لو تيرا. الشيء اللي ناقص في الوقت الحالي مثل المعاهد هذه يعني على حسب الامكانيات تاعها، ولازم تنخرط المعاهد هذه تنخرط في البرنامج الاقتصادي تاع الحكومه، خاصه ونتكلم على برنامج الاقتصادي تاع الفلاحه، ويكون ما بين المعاهد تاع البحث ولا حتى الجامعات يكون جسر ما بين المعاهد هذا والمهنه لا بروفيسور يعني سور لو تيران. التأسيس لنظرة استشرافية بات ضروريا عبر استغلال كافة الإمكانيات العلمية المتاحة والمعاهد الدراسية المتخصصة للمضي نحو ضمان سلاسل الغذاء الوطنية بإنتاج محلي.